السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كيدير الاخوان؟ بخير، نتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في هذا الشو اللي غادي نبوحوا فيه واحد السر من اسرار رياضه ركوب الدراجه اللي هي لا كادونس. غادي اليوم غادي نحاولوا نفهموا شنو هي هاد لا كادونس باش نحيدوا حنا كاع ديك العشوائيه اللي كتكون في يعني في التدريب وفي الخرجات، وغادي نعرفوا الاصل ديال هاد لا كادونس كي دايره، وغادي نعرفوا الانواع اللي فيها واين هي الافضل اللي فيهم وامتى تستعملهم. كلشي هادشي ان شاء الله غادي نشوفوه في هذا الشو. I've been driving this train years in this lane. There's no stopping this flame, 'cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never. واحد القضيه اللي عندي انا صباح لازم وقت ما كنبغي نشرح شي حاجه كنبغي نعرف الاصل ديالها منين جات وكيفاش تخلقات وكيفاش تجات يعني في يعني كيفاش تختارات. دونك امتى تختارات لا كادونس، امتى بدا عليها الجدل؟ كما كتعرفوا الاخوان يعني رياضه ركوب الدراجه بحالها بحال جميع الرياضات القدام يعني في الزمن القديم يعني ما كانتش كتمارس بواحد الطريقه اللي هي فعاله، يعني كانت واحد العشوائيه يعني اللي عطاك صدر بشي حاجه وكيبان بها ديك الساعات. ومن بعد بدا كيتطور العالم الرياضي بشوي بشوي. امتى بدا تيتطور؟ نهار امتزج يعني العلم مع الرياضه وعطانا هاد النتيجه اللي حصلنا عليها اليوم، هي ولا لا تكنولوجي ولا كلشي، وتطورت ولله الحمد الرياضه يعني حول العالم ومن ضمنهم رياضه ركوب الدراجه. الا كنتو تبحثوا شي شويه في يعني في التاريخ ديال رياضه ركوب الدراجه تشوف الدراجه كيفاش يعني تطورت يعني عبر الزمن وكيفاش توصلت لهذه الحاله اللي وصلت ليه مؤخرا. وكما كتعرفوا الناس اللي كانوا كيمارسوا رياضه ركوب الدراجه يعني في الخمسينات وفي الاربعينات يعني كانوا الناس كيلبسوا واحد اللباس اللي هو لا علاقه له برياضه ركوب الدراجه، وكانوا الناس كيتناولوا كاع الخمور، كانوا كيكميو يعني كانوا يشربوا السجائر يعني فوق الدراجه يعني باش تعرف هما ديك الساعات عند بالهم راه كانوا كيديروا شي حاجه. دونك ومع الوقت نهار دخل العلم للرياضه بدا تنقي شي شويه من هاد الشهاده، وفاش بدات تدخل عاوتاني لا تكنولوجي بدات حتى هي بدات تتحيد شي حاجه من داكشي القديم حتى وصلنا كما قلت لكم لهذا النيفو اللي وصلت ليه رياضه ركوب الدراجه. اللي تهمنا في الموضوع ديال اليوم هو لا كادونس. هاد لا كادونس امتى بانت؟ امتى بدا الحديث عليها؟ بدات نهار تختار الديغايور اللي هي الشونجمون المبدل السرعات. نهار تختار تماك بداو الجدل على لا كادونس واين هي الافضل كادونس اللي نقدروا يعني نستعملوها باش نسيروا بها المجهود، باش نمشيو بها في الطريق البلا، واش الكادونس اللي نطلع بها الجبال. يعني بدا الحديث على هاد لا كادونس هادي. ومن بعد تيقولوا انهم ما عمرهم غادي يقدروا يلقاو شي كادونس فعاله، لان كما قلت لكم العلم مازال ديك الساعات مازال ما تطورش ديال رياضه ركوب الدراجه، تيقولوا ما عمرنا ما غادي نوصلوا لها. ولكن في يعني في الحقبه ديال لونس امسترونغ لقاو واحد التحول في لا كادونس، يعني راه ما كاينش ماشي بعيد بزاف. لقاو بانه يعني لي بروفيسيونيل لي كورور انه بداو تيديروا واحد لا كادونس اللي هي شويه رابيد وكيمشيو بها مزيان، ومنهم هاد لونس امسترونغ. وشكون اللي استعمل بزاف هاد القضيه ديال هاد لا كادونس طالعه يعني سريعه؟ هو كريس فروم يعني استعمل هاد التكنيك هادي وتابعها ثلاثه ديال لي تور دو فرانس كما كتعرفوا، حتى الجيرو حتى المهم يعني كان متفوق في هذا الباب هذا، يعني كان جمع بين لا بويسونس ولا كادونس، راه واو ولي كيفورني واحد 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 المجهود اللي ما كيقدرش شي واحد يوصلو، لان تديفلوبا واحد الطريقه كبيره. سينيو دونسوس بور Du coup, c'est Richie Porte qui le connaît par cœur. Nairo Quintana aussi. Romain Bardet a bien fait de revenir au bon moment, hein, parce que sinon... Il nous a bluffé. Bah, il a bluffé tout le monde. Ça, ouais, c'est... Ouais, il a fait un petit coup de bluff. Je suis pas super, je recule un petit peu. Peut-être pour mieux voir à quel niveau de fraîcheur étaient ses adversaires. Et c'est dur de revenir. On revient sur ceux qui étaient dans l'échappée, comme Ilio Case. Voilà le maillot jaune, le patron du Tour, qui semblait être moins facile, moins à l'aise. Qui se retourne, il sent que là il peut faire une grosse différence, et là d'un seul coup
Voilà, la machine Froome en marche. Il a vu qu'il restait plus personne. Hein, que... Ah oui, bah, tiens, Quintana est lâché. Il a vu qu'il ne restait que Richie Porte dans sa roue. Quintana en difficulté. Romain Bardet fait l'effort là pour revenir dans la route. Fabio Aruz. Fabio Aruz qui est sorti du peloton pour revenir sur le maillot jaune. Christopher Froome qui, comme c'était le cas en 2013. دونك حنا غادي نهضروا على الاسرار ديال هاد لا كادونس هادي وغادي نقول لك اين هي افضل واحسن كادونس اللي غادي تعاونك في اي وقيته لا في الخرجات ديالك لا في التدريب ديالك ان شاء الله. نعرفوا شنو هي لا كادونس. لا كادونس هي واحد عدد الدورات ديال الدواسه اللي كندوروها في واحد الوقت زمني اللي اثروا يعني المختصين في دقيقه واحده. يعني الناس اللي كيدوروا مثلا واحد السرعه في واحد الوقت ديال دقيقه كنعرفوا اش من كادونس كيدور دونك تحددت في دقيقه. دونك هي الار بي ام روتاسيون بار مينوت. دونك هاد الروتاسيون بار مينوت يعني قسموها المختصين ولي بروفيسيونيل الاربعه ديال المجموعات وهاد الاربعه ديال المجموعات كل مجموعه عندها واحد التاثير على نوع من الالياف العضليه. دونك وتقسمات الاربعه اربعه ديال المجموعات. المجموعه الاولى كتسمى يعني القوه كتسمى لا فورس. لا فورس كندورو ديما رجلينا بين 50 و 60 دوره في الدقيقه. وكاينه لا بويسونس. هاد لا بويسونس هادي هي اللي كتجمع بين القوه والاداء كتسمى لا بويسونس يعني بين 70 و 80 دوره في الدقيقه. وكاينه لا سوبليس هي المرونه. هاد المرونه هادي كندورو رجلينا بين 90 و 100 هادي كنسميوها حنا لا سوبليس. وكاينه لا فيلوسيتي. لا فيلوسيتي هي بين 110 حتى 120 دوره في الدقيقه. هادي كتكون واحد لا كادونس اللي هي سريعه بزاف. دونك شنو هي هاد لا كادونس ديال 50 و 60 دوره في الدقيقه. هاد اللي كنقولوا لها حنا القوه هادي ديال شنو هي هاد لا كادونس هادي امتى كنستعملوها. هاد لا كادونس كنستعملوها الا كنا بغينا نخدموا مثلا لا ميسكولاسيون ديال لي فيبر ميسكولير ديالنا هادي هي لاش لايقه. ونهضروا على لا سوبليس عاد نرجع لكم ولا بويسونس باش تفهموا. ولا كاينه وكاينه لا سوبليس اللي هي كندورو رجلين بين 90 و 100 دوره في الدقيقه. هادي يعني كتعطي واحد المرونه للعضلات وكيتحركوا واحد لي فيبر ميسكولير اللي هما كونتراكسيون لونت يعني هما ديال لونديرونس بين 90 و 100. دونك ما كيسخفوش الرجل. دونك كدور رجلك بواحد السرعه. هذيك كدور رجلك ثقيله وهذيك كدور رجلك يعني بسرعه. لا بويسونس جات بيناتهم يعني واحد التوازن بين لا سوبليس والقوه يعني كيكون فيها واحد الاداء اللي تيكون قوي كتحس بانه تماك فين كتمشي البيشكيتا بواحد القوه واحد الاداء كتحس بواحد الفعاليه في لا كادونس. ومن بعد كاينه يعني لا فيلوسيتي اللي هي 120 هذيك نديرها يعني لي زاكسيليراسيون يعني الديماراجات فاش كتبغي ديمار هذيك قاصحه كدير 120 روتاسيون بار مينوت وهذه كيستعملوها بزاف لي سبرينتور. دونك ملي شرحنا دابا هاد الانواع ديال لي كادونس بربعه غادي نهضروا على الدراج. الدراج غادي نهضروا حنايا لي زاماتور حيت ما غاديش نهضروا على لي بروفيسيونيل هذوك نيفو طالع بزاف لان غادي نجي نهضر مع الناس غادي عاودين نرجعوا لهم باش نفهموا شي شويه من عندهم لان المرجع ديال اي دراج واي واحد في العالم المرجع ديالو هما المحترفين. دونك فاش كتشوف مثلا الناس خارجين يعني مثلا في واحد المجموعه ما كنقولوش حنا خارجين جبيد ولا خارجين غير سيكلو سبور ماشي زعما كاع بين غادي نسباق ولا شي حاجه كتلقى شي ناس كيدور الثقيل وكاين شي ناس كيدوروا الخفيف. هذاك اللي كيدور الخفيف هذاك كيتلقاه اش غنقول لك كيكونسومي لينيرجي 10% اكثر من داك اللي كيدور الثقيل ولكن كتلقاه مديفلوبي في كارديو فاسكولار كارديو ريسبيراتوار يعني الجهاز التنفسي والقلبي عنده متطور لانه مسوف. هنا كنقولوا هذاك السيد مسوفلي كتلقاه كيدور رجليه يعني خفيف وغادي معك يعني في نفس السرعه ديالك. وكتلقى شي ناس اخرين اللي ما مديفلوبينش في هذاك يعني ما مسوفلينش اوتوماتيكمون صبح غادي يعني واحد الحركه لا اراديه انه كيبدا تيدير كيدور ثقيل بين 50 و 60 كتلقاه كيدور علاش حيت ما كيكونش مستريسي عنده الجهاز التنفسي ديالو. دونك كيحاول ينفس على راسو كيتقل هي فاش كيبدا تيدور 50 و 60. ولكن فاش كيدور 50 و 60 كما قلت لكم اللي هي لا فورس كيحرك واحد لي فيبر ميسكولير كونتراكسيون رابيد
والمشكله ديال هذوك اللي فيبر مسكولير كيسخفوا دغيا كيعياو حيت عندهم واحد الوقت زمني وكيخدم معهم. ان شاء الله غادي ندير لكم واحد الفيديو نشرح لكم فيه لي فيبر مسكولير لي ديفيرون تيب ديالهم وكيفاش ني تستعملهم وكيفاش كل وحده انت اللي تخدمها. راه داكشي اش قلت لكم اخويا هاد المواضيع راه متشابكه وهذا يعني متلاصقه وكل وحده عندها علاقه بالاخر. ولذلك تنطلب من اي واحد انك تشترك في القناه باش يعني تستافد مزيان ماشي تبقى غير كتشوف فيديو ما وتحيد حتى المعلومه ناقصه خاصك تبقى شاد معايا. دونك قلت لك كيستعمل هذوك لي فيبر مسكولير رابيد دونك كيسخف وتيعاود فاش كيسخف كيعاول رجليه اش كيدير يعني فاش كتعيا تيطلع داك الفاكتور ليميتون كتولي كيطلع لك القلب. اش كدير كتبغي تخفف على الالم الحرق اللي عندك في رجليك كيبدا تيدور مسكين الخفيف. فاش كدور الخفيف كتستريسي عاوتاني القلب ديالك والجهاز التنفسي ديالك سكيفي كتدخل فواحد الحلقه ديال يعني ديال العياء وديال السخفه وكتلقى الانسان كيتراجع الاداء ديالو. دونك هنا فهمنا هاد انواع ديال لي كادونس وكل وحده لاش لايقه. دونك بالنسبه للاخوان اللي كيسولوا اشنا هي احسن وافضل كما قلت لكم افضل كادونس افضل كادونس الاخوان واللي كتشوفني بزاف الفيديوهات كنحطها فيهم اللي هي لا فاموز 90 90 دوره في الدقيقه 90 روتاسيون بار مينوت. هاد 90 روتاسيون بار مينوت راه هي احسن وافضل كادونس اللي تقدر تدور واللي تقدر يعني تكون فيها تحسن لك فيها الاداء ديالك واللي كتقدر تستافد منها بزاف. والاغلبيه انا غنرجع دابا للمحترفين الاغلبيه ديال المحترفين كيدوروا رجليهم في هاد 90 وبين 90 و 100 دوره في الدقيقه لانها كما قلت لكم كتحرك واحد لي فيبر مسكولير لونت. هاد لي فيبر مسكولير ديال لونديرونس يعني تقدر تدور رجلك يعني ساعات وساعات بدون عياء. تقدر تمشي بهاديك من هنا حتى كما كان تسافر فين ما بغيتي تمشي بها ما كاينش المشكل. هذوك اللي فيبر مسكولير لونت يكفيك انك غير تاكل وتكونوا هذيك لا كادونس بين 90 و 100 كتكون لي فيبر مسكولير كما قلت لكم كيكونوا كيستعملوا غير الاكسجين كمصدر طاقه يعني الاصدار يعني الانتاج الطاقه وديك لا كونتراكسيون ديك الحركه. دونك الاغلبيه كما قلت لكم باش يسير المجهود ديالو تيبقى في لا زون دو كونفور ديالو كيحاول يدور ديما بين 90 و 100. هذاك الشيء علاش واخا فيها شويه ديال الكونسوماسيون دينيرجي على هذيك واخا زايده ب 10% راه الا اون فوا كتاكل كتجدد يعني الطاقه ديالك يعني بالاكل راه كتعاوتاني ترجع لك الطاقه عاديه. هذا هو الفرق اللي بيناتهم. هذيك كيعني كتستعمل الاكسجين وما كتعياش هذيك العضله والاخرى هي اللي كتدخل على سميتها على العضله ولكن هذيك كتزيد لك فيها البشكيته مزيان والاخرى كتكلفك يعني الكارديو فاسكولير. دونك احسن كادونس هي 90 دوره في الدقيقه وهي المفضله عند يعني عند المحترفين. نتمنى من الله تكون هذا الفيديو هذا كان واضح وكان خفيف ظريف عليكم. ما تنساش انك دير جيم الفيديو الا استفدتي منه وديتي منه شي معلومه وان شاء الله بحول الله سيتجدد لقاؤنا لا محاله ان شاء الله بحول الله او كور دو سيت سيمين غادي نحاول نحط لكم ان شاء الله شي فيديو اخر مفيد وتستافدوا منه كاملين. وما تنساوش راه ان شاء الله راه حيت كما هضرنا اليوم على لاكادونس راه ضروري خصني نهضر لكم على لي تكنيك دو بيدالاج حيت حتى التكنيك دو بيدالاج عنده اليات ديالو عنده اساسيات ديالو ان شاء الله غادي ندير لكم فيديو فيه باش نشرحوه مزيان يولي عندك ان بون كود بيدالاج بلس يعني واحد يعني واحد الفهم واحد الضبط ديال 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 لا كادونس. دونك غادي يولي عندك واحد كود بيدالاج اللي هو اداء ديالو فعال. دمتم في رعايه الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.